اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحول الزبدة البلدي أو الزبدة الجاموسي والبقري لسمنة بلدي بطريقة سهلة جدا، وكمان عشان شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. وانا كنت لسه مسقيها طبعا زبدة زي ما انتم شايفين كده، حبيت اوريها لكم. مطلع منها كمية مرطة حلوة جدا، وكمان هي لسه ما لحقتش تجمد يعني، فقلت اكمل بقية الكمية اللي عندي في التلاجة بس اعملها معاكم، عشان في ناس كتير طلبت مني ان هي تشوف الزبدة بتسيح ازاي، علشان لما بتيجي تعملها طبعا بتتحرق منها. وزي ما انتوا شفتوا كده كمية الزبدة اللي عندي، مع عندي زبدة بقري وزبدة جاموسي. طبعا لو حابة انك تسيحي كل حاجة لوحدها مفيش مشكلة، لكن انا قلت اعملهم كلهم مرة واحدة. وكمان كان معايا كمية من القشطة اللي واخداها من وش اللبن اللي عملته جبنة قريش، وكنت محوشاها يعني، خدتها وحطيتها عليها، طبعا بتدي طعم كمان حلو جدا جدا. واهم حاجة في الموضوع ان طبعا الحلة او الحاجة اللي هتشتغلي فيها لازم تكون اكبر من الكمية اللي عندك، علشان طبيعي طبعا الحاجات دي بتبقى مستخرجة من اللبن فهتفور معاكي، والنار تكون متوسطة جدا علشان خاطر تستوي على مهلها وما تتحرقش معاكي من تحت. احنا طبعا عايزين ناخد كمان مرطة مش محروقة. المرطة بنستفاد منها، بنعمل منها كمان المش اللي بنعمل بيه الجبنة القديمة، بيبقى احلى مش واحلى مرطة بتطلعيها. اهم حاجة ايدينا في الزبدة كده، نفضل كل شوية عمالين نقلب فيها علشان المرطة بتاعتها ما تتحرقش زي ما قلتلكو. طبعا معلش، هي طبعا تسيح الزبدة بياخد مجهود شوية منك، بس في الاخر النتيجة بتطلع ممتازة بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا في جزء هنا للأسف ما تصورش وانا بحط المكونات في الحلة. انا طبعا حطيت الزبدة وحطيت معاها كمان القشطة اللي زي ما قلت لكم كنت محوشاها، ومعلقتين كبار من الملح. وطبعا احنا هنا شايفين ان هي بدأت تدخل في السوى، الحروف اهي بدأت تبان معانا كأنها زيت وتفصل عن المرطة. ايدينا طبعا في المرحلة دي لان بسهولة جدا ممكن تتحرق مننا. نفضل نقلب لحد ما نتأكد خلاص ان هي استوت معانا. هي هنا زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم طبعا ان هي بدأت تفصل خالص نهائي، والزبدة بتاعتنا بدأت تتحول لسمنة. طبعا ريحتها مش عايزة اقول لكم على جمالها. هي خلاص كده استوت معايا وهقفل عليها ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده السمنه فصلت تماما تماما عن المرطه. هسيبها بقى تهدى شويه وبعد كده ان شاء الله هعبيها في البرطمانات. وزي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا اعبيها في البرطمانات. طبعا حاطه مصفى علشان لو في شوائب ولا في اي حاجه ما تبقى بيور يعني، ما يبقاش فيها اي حاجه. وطبعا نخلي بالنا كويس جدا علشان سخونيتها ما تلسعناش. واحنا طبعا بنعبيها في البرطمانات، نعبي كده بالراحه واحده واحده ونخلي بالنا كويس جدا.
كده عبيت البرطمانين الازاز، وهستنى شويه على البلاستيك طبعا لان هي سخنه جدا عشان ما يسحش معايا. وطبعا هنا بعد ما دفت معايا عبيتها في البرطمان التالت اللي هو البلاستيك، وبنزل بالمرطة في بولة او في علبة بقفلها وبحطها في التلاجة. زي ما قلت لكم طبعا مفيش حاجة بتترمى نهائي. وزي ما انتم شايفين كده كمية المرطة، بسم الله ما شاء الله، يعني فوق نص كيلو. وطبعا مش هنغطي البرطمانات نهائي غير لما تبرد، علشان الغطا ما يعملش بخار وينزل على السمنة يبوظها لي بعد كل المجهود طبعا اللي احنا عملناه. طبعا مش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، وهتقعد معايا طبعا طول رمضان وبعد رمضان كمان، لان هي كمية كبيرة جدا. انا عملت من حوالي 6.5 كيلو زبدة، طلع معايا 5 كيلو بالظبط سمنة بلدي نظيفة جدا جدا وريحتها حلوة قوي ومرملة، وطلع معايا حوالي 1 كيلو من المرطة. وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت ان شاء الله. يا رب تكون عجبتكم، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير، والاول مره يشوف القناه ما ينساش يعمل سبسكرايب ولايك ويدوس على زر الجرس على كلمه قول عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم.